الرحمن الرحيم. لقاءنا اليوم مع المهندس محمد جوده خبير الزراعه السمكي محافظه الفيوم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. في الاول نحب نتعرف بحضرتك. انا المهندس محمد جوده، انا مهندس مدني خريج 79 هندسه اسكندريه. عملت في القطاع الصناعي في شركات كتيره جدا، اخرها الشركه المصريه للاملاح والمعادن، لكن البيزنس الخاص بتاعي هو الاستزراع السمكي. انا بدات نشاط الاستزراع السمكي في 1984 وانشات اول مزرعه سمكيه في محافظه الفيوم سنه 84، وكمان ساعدت في انشاء اول جمعيه استزراع سمكي على مستوى الجمهوريه، هي الجمعيه التعاونيه للاستزراع السمكي في محافظه الفيوم، ودي انشات سنه 1993. بدأنا الاهتمام بقطاع الاستزراع السمكي من هذا التاريخ، وكان من الأنشطة الكتيرة اللي احنا عملناها في المحافظة ان احنا رفعنا مساحات الاستزراع السمكي في المحافظة من حوالي 30 فدان الى 5000 فدان في الوقت الحالي. جمعية اعضائها حوالي 350 عضو، كلهم بيمتلكوا او بيستأجروا مزارع سمكية. انتاجنا دلوقتي وصل الى حوالي 15000 طن في السنة في محافظة الفيوم. نشاط الجمعية كان ممتد على مستوى الجمهورية، عملنا لقاءات كثيرة جدا في القاهرة وفي المحافظات المهتمة بالاستزراع السمكي، وكان من أثرها أن اتعمل حوالي 5 جمعيات استزراع السمك على مستوى الجمهورية بعد الجمعية بتاعتنا. كان ليها تعاون مع الجهات البحثية، سواء كان الإكلارم وهيئة الثروة السمكية، وكان لنا تعاون مع السفارة الهولندية، كان لنا تعاون مع هيئة السوق الأمريكية، كان لنا تعاون في الجهات التمويل مع الصندوق الاجتماعي. الإشراف على الجمعية من قبل الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وأنا كمان عضو مجلس إدارة في الاتحاد التعاوني للثروة المائية. ممكن أعرف من حضرتك أنشطة الجمعية لإستزراع السمكي؟ الأنشطة في الجمعية أنشطة متعددة كلها بتهتم بقطاع الاستزراع السمكي. أهم الأنشطة توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمزارع السمكية. المستلزمات الإنتاج أهم جزء فيها هو الأعلاف. إحنا بنعمل تعاقدات مع أكثر من مصنع لإنتاج الأعلاف، بيدينا ائتمان لمدة 6 شهور. بنحاول إن إحنا ندفع مقدم للأعلاف حوالي 25 إلى 50%، وبعد كده بنسدد الباقي بعد الانتاج، وده بيسهل على المزارع ان هو يقدر يستزرع بتكلفه اقل والعائد بتاعه يبقى اكبر. كمان بنوفر الزريعه اللازمه للاستزراع، وكمان بنوفر معدات التطوير بتاع المزارع زي معدات التهويه، معدات قياس جوده الميه. بنساعد في اعمال التدريب وبنهتم بها جدا، تدريب المزارعين. كمان بنهتم بحضور المؤتمرات سواء كانت مؤتمرات محليه او مؤتمرات دوليه. الاعضاء بنحاول كمان نتعاون مع الدوله بان احنا نوجد لهم مساحات للاستزراع السمكي، واحنا خدنا مساحه حوالي 1300 فدان في منطقه وادي الريان، تم توزيعها بالكامل على الاعضاء بمساحات تتراوح من 5 إلى 10 فدان، والمشروع قائم وشغال دلوقتي بكفاءة عالية. إن شاء الله. وممكن تزوروه إن شاء الله. إن شاء الله. طيب بخصوص مشاكل استزراع السمكي بمحافظة الفيوم. مشاكل استزراع السمكي في المحافظة هي مشاكلها في الجمهورية كلها. إحنا عندنا مشاكل مع التشريع. التشريع بالنسبة للمدة الإيجارية، المدة الإيجارية دلوقتي ما بتزيدش عن 3 سنين، وده ما بيسمحش بإن المستثمر يضخ استثمارات في المزرعة لأنه عارف إن هي هتتشال منه بعد 3 سنين. عندنا مشاكل مع القيمة الإيجارية ارتفعت بشكل كبير جدا. عندنا مشاكل مع زيادة أسعار الأعلاف، لأن كل المنتجات أو كل مدخلات الأعلاف بتستورد من الخارج، وده طبعا في ارتفاع مستمر. عندنا مشاكل مع القانون نفسه، لأنه احنا مش قادرين نصدر، لان في فقره في القانون بتقول انه المزارع السمكيه المايه بتاعتها لابد ان تكون من الصرف الزراعي، وده بترفضه الدول الاوروبيه، وبالتالي احنا
لغايه دلوقتي مش قادرين نصدر لاوروبا. عندنا مشاكل مع جوده الميه، عندنا مشاكل مع اداره الحوض نفسها، لانه برضو قطاع الاستزراع السمكي بينقصه التدريب لغايه دلوقتي على التكنولوجيات الحديثه للاستزراع، على اعمال التطوير اللازمه. لكن بصفه عامه احنا يعني نعتبر ما احناش متاخرين، لكن ما احناش وصلنا للانتاج العالمي. لم يتم ايجاد اي حلول لتلك المشاكل؟ لا طبعا في حلول، بس في يعني بعض الامور محتاجه تدخل الدوله، يعني التشريعات محتاجه تدخل الدوله، الاعلاف محتاجه تدخل الدوله ان هي تقلل الجمارك على المدخلات، او تحاول نعمل خطه لزراعه بعض المدخلات بتاع الاعلاف زي فول الصويا ده، ممكن زراعته في مصر وتم تجربته ونجح. الصويا بتمثل حوالي 50% من تكلفه العلف، فلو قدرنا نزرع الصويا في مصر اعتقد ان احنا هنكلف. عندنا مشكله كبيره جدا في التسويق، لان موسم الاستزراع السمكي الموسم الصيد بيبقى في خلال 3 شهور من 11 لغايه شهر 1، بيبقى العرض اكتر من الطلب، الاسعار بتقل، فمحتاجين يعني تطوير لسلسله التسويق في مصر، ودي يمكن هتبقى يعني مشكلتنا في المرحله اللي جايه. احنا بنحاول دلوقتي نوجد لها حلول وان شاء الله هنحاول ان احنا ندخل عمليات التصنيع جوه عمليه الاسماك، بحيث ان انا زي ما اتعامل في الدواجن ان احنا نغير يعني عادات المستهلك، من ان هو بياخد سمكه كامله دلوقتي ان هو ياخد سمكه ممكن مصنعه فيليه او متنظفه زي ما حصل في الدواجن في خلال الفتره اللي فاتت. ان شاء الله. شكرا باشمهندس محمد. عفوا، اهلا بك يا باشمهندس.